في السر واستمر سنوات. شقيقة سعاد حسني تؤكد زواجها من عبد الحليم حافظ. كشفت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة سعاد حسني أن الفنانة الراحلة تزوجت من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفيا، وهو من رشحها لفيلم البنات والصيف بعد فيلم حسن ونعيمة، لافتة إلى أن العندليب رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغير عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة ما تسبب في انفصالهما. وأضافت خلال لقائها ببرنامج رأى عام تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية تن أن والد سعاد حسني كان يرفض تعليم أبنائه رغم أنه كان خاططا متابعة لن يأتي أحد مثل سعاد حسني، فالراحلة كانت مثقفة حقيقية وثقفت نفسها بنفسها. بابا شارو. وأوضحت أن شقيقتها سعاد جلست مع العديد من كبار الكتاب وتعلمت منهم الكثير ما ساهم في نشأة وتطور أفكارها، لافتة إلى أن الراحلة شاهدها عبد الرحمن الخميسي وكانت صغيرة السن فذلك الوقت، وكانت حينها تشارك في برنامج بابا شارو ما ساهم في حصولها على بطولة فيلم حسن ونعيمة. وأضافت أن المسلسل الذي قدمه ممدوح الليثي لا يمت لواقع سعاد حسني بأي صلة، منوهة بأن الفنانة الراحلة لديها عزة نفس وطيبة جعلتها محبوبة بين الجميع. ذكرى وفاة السندريلا. من جانب آخر أحييت إذاعة البرنامج العام أمس الاثنين ذكرى وفاة السندريلا الفنانة الراحلة سعاد حسني، وذلك من خلال فترات وبرامج يتم تطويعها لهذه المناسبة والحديث عن واحدة من النجمات الاستثناء في عالم الفن والتمثيل. سعاد حسني. وتطوع المحطة العديد من البرامج للحديث عن سعاد حسني، منها برنامج ما يطلبه المستمعون وبرنامج من كنوز الإذاعة، فيما تقدم إذاعة الكبار فترة مفتوحة عن صاحبة أجمل ضحكة وطلة مع إذاعة مسامع من أعمال الفنانة سعاد حسني من تلفزيون وإذاعة. كما تشمل الخطة أيضا بث فترة مفتوحة بعنوان مصر قلعة الفن والأصالة، وتتناول الروح الجميلة من الأمل والحب والتفاؤل للفنانة سعاد حسني، وتستضيف الفنان سمير صبري والناقد الفني طارق الشناوي يليها حلقة خاصة من برنامج ذكريات الكبار مع الدكتور مصطفى جاد عميد معد المورثات الشعبية بأكاديمية الفنون الشعبية والحديث حول قيمة الفنانة سعاد حسني الفنية. وتبث الإذاعة لقطة صباح الخير مع الدكتور سيد عيد أستاذ الصحة النفسية جامعة عين شمس والحديث عن أهمية الفن وأهم رموزه وشخصياته، يليها برنامج مطرب زمان وحلقة خاصة مع الموسيقار الموجي الصغير والحديث عن الفنانة سعاد حسني. وسعاد حسني كانت مدهشة في كل شيء، واو، معجونة بالفن وكانت بارعة في كل ألوانه، فكانت ممثلة متقنة لكل أدوارها، بارعة في تقمص شخصياتها المختلفة والمتنوعة، ومغنية خفيفة تدخل القلب بلا استئذان، كما أن حياتها أيضا كانت مميزة ومدهشة.